الألم اللي كانت بعدها بتدور فجأة صار داخل دائرة الاكتئاب النفسي بعد ما شاف أبوه وأمه بلحظة احتضار كانت آخر لحظة إلهم بعد القصف الجوي خضوعه للقدر أمر صار وانفرض بدون غرض ناسي اسمه اللي بالحارة انكتب حرية للطفولة بخط عرق كانت مكتوبة على الحيط اللي ظهره عليها تسند سارح ماشي احمد صلهب عمره 22 سنه انا بعمل راب صار لي تقريبا 10 سنين متشرد بالوطن اللي حلم لاجله كل مقاوم بس الوضع اختلف ما بده ملجا بده يلجا للحياه لسك جوعه اللي وجعه كاتم كنت اسمع راب وانا صغير كنت يعني اتعمق فيه بزياده لحد ما لقيت اللي هو صديقي واخوي ابن عمي حمزه صلهب قابلنا بيوم من الايام عنده انه قال لي على فكره الراب كان هو يغني قبل راب وهيك حاولنا انه نعمل اشي مع بعض اتعمقنا كتبنا كلمات ونزلنا اول اغنية اللي هي باسم اسف انا خلص صرف حياتي باللي فيها حاولت اعدل ذكرياتي هون فيها هيك يعني بلشت الامور وتطورنا مع بعض وبلشنا مع بعض بفرقة ابناء الوطن ليش لانه كان الوضع يعني حسيت انه لازم انه نعطي احنا اكتر من هيك طورت فيها بكلمات عشان توصل بمعاني أقوى بأهداف أقوى توصل للجميع كبير صغير الأغاني كلها اللي أنا بغنيها كلها كلماتي أما اللي بيكون معي حمزة كل واحد بيكون يحكي كلماته خيمة سودة عتمت عيونه صارت بغيبوبة خايف تايه بالمنام بمنطقة معزولة فش حنان لدفي برد الجوع قارس فش حد بدفع للأمان كله بدفع للمراقص فجأة صحي من منامه بس للأسف كان الواقع ذاته فردت فعله كانت دمعته من سجل بالدور طبعا أنا كان لي خبرة بالهندسة الصوت كمونتاج يعني على اليوتيوب كنت أدخل أشوف كيف بيصووا كيف بيعملوا فجبنا اشترينا عدة من كنا من زمان أول إشي نبلشنا على مايك صغير 15 شيكل حقه فتطورت الأمور وجبنا مايك استوديو أنا وابن عمي حمزة فبلشنا نتعلم أكتر على هندسة صوته لحتى يطلع كل شيء الوضع تمام في البداية قلت فيي بيعطي تحية ركبت فيي مش قناع لمسكه بيي لأن الوضع كله نفسي بطلت نفسي ألبس لبسي قبل ما تبكي زي ما في معرف النوع الحاهي كلها مسروقة نسيوا ناس هذا صارت تدعم بس أشكالك المحكومة بدك مصاري وقت راسك فيلم كرامة خليك الخط بتصير فخامة أكتر أغنية إلي يعني بحبها اللي هي اسمها الضغط كانت هي عبارة عن يعني أنا حكيت فيها كل شيء عن الأمور اللي أنا بمر فيها بحياتي واللي مريت فيها عن حياتي بالنسبة إنه الحقد اللي زاد حوالي الكره اللي زاد حوالي الغيرة اللي صارت صابني الضغط نفسه من العالم كله الحوالي بالنسبة لأصحابي لحبيبتي الأولانية لأصدقائي كلهم يعني اللي قابلتهم في حياتي حياتي وسخة شو بتعرف أنت عن حياتي حروف اقبال حروف تتجمع على كلماتي بكتبها بألمي ألمي صبر على حبري حبري صار على ورقي ورقي صار مش مخفي كل واحد فيكو سمعني الضرب بعد الضرب ينقسم على حكمتين أرض ربي وارض حالي بعد أهلي بكلمتين حب الناس للشر قتل أبو الكوفية من جواتي فادعائي بحبهم خلى أحمد هقوى من جواتي قبل سنة تقريبا كتبت أغنية اسمها أحرف مقاومة لأنه كان الوضع تقريباً أنت تحكي من ناحية السلطة ومن ناحية الشعب نفسه الشعب كيف بيقتل بعضه فكانت الأغنية تحكي أنه الدنيا بدون دين والسكين صارت على الرقبة السلاح مرخص روسنا للموت صارت منحنية قلوبنا ماتت من بركان القهر فاضت عقولنا تخرجت بشهادة الجهل ففازت الانتقام حاد غيروا نوع المقاومة بطل ينضارب عنا عالزناد عقول مبنية على الثبات كيف تشوف مش تفهم كل الرسومات ارسم اصفر اخضر الناتج هو الاحمر اللي عطى كل الارض بدم الشهداء بكفي عاد الاقصى مش مزاد عارف اني متاخر على المعاد اللعبه مكتكه مش مخربطه من كنت مكتك رصاص الكبار الفبركه كان حلمي اني اكون ممثل طبعا كنت اشوف اطلع على التلفزيون كان مناي اني اكون ممثل بس لما تعمقت في الراب اكثر يعني ما اخذتش اتجاه التمثيل اخذت اتجاه الراب نفسه يعني حلم أنا لقدام مش لأوصل يعني أكون إشي كتير 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 لا مش بحاجة المهم الكل العالم تعرفني تسمع أنا إيش بدي أوصل لهم يتعلموا أنا إيش بحكي أنا إيش بدي أوصل رسالة يفهموا مني يصير في عندهم وعي أكتر روح يصير الصوت وأنا مبكر فكر بالصدى قبل ما تفكر كيف بدك تصير مسيطر على مدى لأنه بالمصاري العالم على بعد عدد تتكبر فش كلام خلص عليك الله أكبر